في بداية مصر منتصف السبعينات كده الناس تشتغل، بعد 5 سنين كده الناس اللي رجعت بقى عوض لسانه بيتكلم يوم لابس الجلابية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التليفون، تقول له راح فين يقول لك راح الدوام، يعني الواد جاي من بره واتقلبت وجاي معاه كاسيت وحاطط فيه شريط محمد عبده وعتاب بس، وتقول له ايه دي يقول لك دي الهويه، يا الكلام الفارغ ده لان احنا ناس هنا اللي كانوا ناس يعني بيتقلبوا بسرعه. الناس اتخض محمد الجراد، محمد الجراد في الاخر موظف، موظف دولي مستوى رفيع بس في الاخر موظف. ينطبق عليه ما ينطبق على الموظف اللي قاعد في ارشيف مجمع التحرير في وزارة التضامن الاجتماعي. تمام. موظف يسمع كلام رئيسه. تمام. ويبقى داخل عند رئيسه مع ورقتين، بيعرض موضوع مع ورقتين، ورقة بالموافقة واسبابها وورقة بالرفض واسبابها. مستهل. يبص كده عين الباشا ايه يشوفه. الباشا جاي عينيه على الموافقة يطلع له، يقول له طبعا يا باشا. العين على الشمال الناحية التانية الرفض يطلع له والقوانين كذا. هذا هو حال البرادعي، الرئيس اللي معينه، المعلم اللي معينه، رئيسه الدول الأوروبية وأمريكا، هو عينيه البوصلة هناك، هي القبلة الناحية التانية دي. انت فاهم ان هو هو كبير لما يلف عليك ويجي البيت يجعل للخادم اللي عنده ولا اعمل لنا شاي الجو ده، فالخادم شايف ده باشا بيجي معاه حراسة وعربيات ودنيا موتوسيكلات قدامه وناس بتزمر مش كده برضو. تمام. بس كده إنما في الآخر هو موظف. ما اقدرش اجيب موظف بحالة الموظف مهما كان. وبالمناسبة الكلام ده قلته من سنة 2009 من اول البرادعي ده ما ابتدى يتعمل مولد سيد البرادعي. هو عينه على بره، هو بيكلم اللي بره في كل تصرف ليه، ما بيكلمش اللي جوه. هي دي الاشكالية. احنا فاهمين ان هو بره يقف ممكن يقول يا امريكا يا اولاد، لا 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 لا، ده رئيسه في الشغل، رئيسه في العمل. فهي دي الاشكاليه اللي موجوده. البرادعي الحاجه الثانيه ده موظف كبير بس يخشى المواجهه. خلي البرادعي في اي هد كده راجع من سنه 2008 لما ابتدى البرادعي يجي وياخد القلاده في النيل ويعمل، هاتوا اي موقف فيه مواجهه ياخد بعضه ويمشي، ملوش يهد يرجع تاني بعد بس يجي يتعمل له اللقطه اللي حضرتك فاهمها، ومنى الشاذلي يجيبه من المطار ويتعمل عليه الخراب والغلب. يعني اللي حصل لحضرتك حاجه، يوم استفتاء الدستور 19 مارس 2011 لما الناس طلعوا في المقطم، الناس هجموا شويه، خد بعضه بالعربيه وجري. دي حقيقه، مش كده؟ دي حقيقه. التاني يقف تعالى يا عم. طب علق لي بقى على ان في هاله شكران. ما هي بص يا هاله شكران الله، ناس كويسه، الست جميله اسمها ناس كويسه، انا بقول لك يوم امتداد للسيد البرادعي. لا يعني هو خلاص يخي يعني. لا هو اقول لحضرتك بقى يقوموا معينينه ايه؟ ما انا راجل قديم الشغلانه دي. فضل. الرئيس الشرفي لحزب الدستور. ان ما طلعش الكلام ده بكره يبقى اقول للراجل اللي كان قاعد هنا ده ما فهمش حاجه. بكره مش هي الست هلا شكرا لك جت علشان يبقى لي ديل هنا. انا بعت لحضرتك البيت بس متفق معاك في مسمار هنا بتاعي،